عاليه ومش متوفر بسهوله. نعم. فبالتالي لا يعني في طبعا على، لكن ما ننكرش ان في جاب، وهذا اللي ادى الى بعض القرارات اللي اتخذت النهارده، حضرتك اكيد بتشير ليها من السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. فبالتالي احنا لازم ندير هذه المشكله ما بين احتياجاتنا وبين مواردنا، لسه ما تعادلوش طبعا، ولسه في جاب بينهم او في فجوه ما بينهم. ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه الفتره الجايه، ان احنا نزود حجم الموارد الداخله ونقلل حجم الاستيراد بطريقه او باخرى بما لا يؤثر على حجم التعامل عندنا. في طبعا لسه مشاكل بعض الحاجات، الناس برضو بعض المصانع محتاجة وهكذا، مواد خام وخلافه، لكن خلال الفترات القادمة نأمل إن شاء الله أنها تتحل بشكل نهائي. هل الشهادة آخرها يناير ولا ممكن نصل لشهر فبراير ولا ده لسه؟ ما طبعا زي ما هي بتنزل فجأة هي بتتشال فجأة. يعني ما حدش يقدر يقول إنها تنزل إمتى أو هتتلغي إمتى، لكن أنا من رأيي أنا الشخصي إن هي حققت جزء كبير من 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 الغرض بتاعها. فبالتالي يعني ما أعتقدش إنها تطول لفترات طويلة يعني. فبالتالي أي حد عنده عايز يشتري أو عنده موارد من العملة وعايز يغير دلوقتي، دي فرصة جيدة ليه بهذا السعر. بس احنا الشهادات بتاع 2016 تقريبا تجاوزت 700-800 مليار. بحضرتك اذا كان في 3-4 ايام عملنا 100 مليار ولا 150 مليار احنا البنكين. فتخيل حضرتك احنا لو قعدنا لغاية شهر فبراير زي ما حضرتك بتقول يعني توصلوا تريليون. ممكن جدا، بسهولة جدا طبعا. بسهولة يعني الحمد لله. بسهولة ان شاء الله. في فلوس يعني شويه يعني في ناس عندها. الحمد لله يعني. بص يعني الحمد لله، لا يعني الامور ماشيه بشكل جيد في هذا الاتجاه، ونوع من انواع ان انا باخد سيوله وبدي الناس عائد مجزي على هذه السيوله حتى عشان تقابل جزء من التضخم وخلافه يعني. لكن هل دي تحل جزء من يعني مواجهه التضخم؟ تحل جزء؟ أكيد دي أحد أدوات السياسة النقدية، وبالتالي ممكن تساعد في هذا الاتجاه. ما فيش حل لوحده بيقدر يساعد، لكن بتبقى هي حلول جنب بعضها، ودي أعتقد أحد الحلول اللي ممكن تساعد يعني. هل لسه مستمرين في بعض المبادرات ولا وقفتوها؟ التمويل العقاري، السياحة، والدعم الخاص بقطاع السياحة، مستمرين فيها ولا حصل فيها؟ لا، في مبادرات طبعا زي ما قرارات طلعت، في مبادرات اتوقفت، وفي مبادرات مستمره زي السياحه بس اتغير سعرها مثلا، بقت ب 11% بدل 8%. وفي بعض مبادرات مثلا التمويل العقاري او كده ما زالت دي مستمره. اللي بياخد قرض النهارده بيدفع كام؟ الفايده كام؟ يعني اي قرض؟ قرض شخصي. لا، قرض شخصي احنا دلوقتي طبعا العامل عندنا الاساسي بيبقى بخلاف تكلفه الاموال، لكن في عائد الكوريدور المحدد من البنك المركزي اللي بيبلغ حوالي 17.25. فانت لازم تحط هامش. الهامش هنا بيختلف ما بين شركات الى افراد. طبعا الافراد بتبقى اعلى شويه لان بيبقى في الهامش، لان بيتكون لها مخصصات بشكل اعلى مقارنه به. فهنا لو حطينا 17.25 وحطينا عليها 3% او 4% هتبقى في الحدود ال 20 حاليا يعني. يحيى بيب، هو النهارده سياده الرئيس مع المجتمع الاهلي والجمعيات والمؤسسات، دوركم كبنك اهلي في العمل الاهلي بتساعدوا ازاي؟ دوركم المجتمعي بتعملوا ايه؟ طبعا دور مش البنك الاهلي بس، دور البنوك كلها بيبقى موجود دائما ابدا، وفي جزء كبير جدا مخصصات من ارباح البنوك بشكل عام بتوجه للمسؤوليه الاجتماعيه في كل اوجهها، سواء صحه، محاربه عشوائيات، تعليم، يعني مجابهة فقر غارمين. أكيد دور القطاع المصرفي كله موجود في هذا الاتجاه وبقوة. حضرتك على مدار السنين اللي فاتت احنا دائما كنا بنعرض الأرقام اللي بنوجهها يعني، والحمد لله بنرى ان ده هذا إلزام علينا يعني، ان او حق الشعب علينا ان احنا جزء من هذه المصروفات انها توجه لهذا الموضوع. بتوجهوا مبالغ كبيرة؟ الحمد لله. الحمد لله. بشكرك شكرا. شكرا جزيلا استاذ يحيى.